صحته. محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة 15، نتناول بها أنواع السياحة الحديثة. بعد ما تناولنا بالمحاضرة السابقة أنواع السياحة القديمة، السياحة الحديثة مثل ما معروف بسبب التقدم وتطور التكنولوجيا ظهرت هناك أنواع عديدة من السياحة تسمى بالسياحة الحديثة، حيث ظهرت أنماط مختلفة. ظهرت سياحة الحوافز، سياحة الاهتمامات الخاصة، سياحة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، سياحة طبيعية، سياحة بديلة، مراقبة الطيور، الصحاري والواحات، مشاركة في الوقت، وغيرها كثير الكثير من الأنواع السياحات الحديثة. نتناول الآن سياحة الحوافز. تعد سياحة الحوافز ضربا من ضروب الإدارة الحديثة، وهو نمط تستخدمه الشركات والمؤسسات والمصانع والمنظمات لتحقيق أهداف العمل والرحلة السياحية كمكافأة يحصل عليها الموظفون العاملون فيها والموظفون المبيعات. هذا النوع من السياحة كل موظف مثلا ينجز عمل بامتياز أو يعني يحقق أرباح لشركة معينة، مكافأة لك يعني محافز يرسله إلى رحلة لوحده أو مع شخص من عائلته لقضاء وقت والترفيه عن نفسه في مكان آخر. هذا النوع من تعتبر من أنواع سياحة الحوافز. خصائص هذا النوع هي الرغبة لزيارة أماكن بعيدة وعديدة في العالم، تعتمد على الرحلات المنظمة والجماعية، تعتبر من أساليب التنشيط القابلة للقياس، وتمثل سوق جيد للدولة المضيفة، وتحقق أرباح طائلة لاعتمادها على برامج تتضمن الأزواج والزوجات مقارنة بأنواع السياحة الأخرى. وأيضا هناك نوع آخر من السياحة هو سياحة الاهتمامات الخاصة، يقصد بها انتقال مجموعة من الأفراد من مكان إلى آخر سعيا وراء اهتمام خاص لا يمكن تحقيقه إلا في منطقة بعينها أو في مكان محدد، وغالبا ما تكون هذه اهتمامات علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو بيئية. تمتاز بالعديد من الخصائص، هي أكثر شيوعا في أوروبا وأمريكا، عدم تقييدها بعامل المسافة، تتميز شريحة هذا النمط من السياح بارتفاع معدلات انفاقهم، لا تتقيد بفئة عمرية محددة، فروادها من سن 14 سنة فأكثر يعني تصل إلى 80 سنة. التقييد بالمحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية شديدة المرونة، بحيث تسمح بقدر من الابتكار والتجديد بهدف تقديم رحلات سياحية جديدة. أما النوع الآخر فهو سياحة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا النوع من السياحة يعني إلى اعتبار هو يعني متخصص بنوعية معينة من فئات معينة اللي هم معاقين جسديا أو حركيا أو حسيا، يكون هو سائحا عاديا يجب أن يحصل على كافة حقوقه في مباشرة مختلف الأنشطة السياحية. طبعا أيضا تمتاز هذه السياحة بالعديد من الخصائص، منها سياحة المعاقين تمثل شريحة كبيرة من السياح ذوي الدخل المرتفع، ويعتبر أكثر إنفاقا من السياح العاديين، حيث تشكل حوالي 30% إلى يعني 200% زيادة عن السائح العادي. حاجتهم الواضحة لوسائل وتسهيلات خاصة لتمكين السائح المعاق من ممارسة الأنشطة السياحية. اعتبار السائح المعاق سائحا عاديا يجب أن يحصل على كافة الأنشطة السياحية التي يريدها، بالإضافة إلى رعاية جمعيات خاصة لهذا النوع من السياح. أما النوع الرابع هي السياحة الطبيعية، حيث يقصد بالسياحة الطبيعية الأيكولوجية بأنها السفر إلى مناطق طبيعية بهدف مراقبة ودراسة والتمتع بالجمال الطبيعي وإطاره النباتي والحيواني وثروته الطبيعية، وأيضا تقسم إلى السياحة الخضراء والسياحة الزرقاء. تمتاز بمجموعة من الخصائص، تقوم هي يعني أولا تقوم على حماية البيئة الطبيعية بالحفاظ على الخصائص الحياة البرية، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين البيئة الطبيعية والسياحية، تناسب السياح المثقفين والمبدعين الذين يحترمون الموارد الطبيعية.
أما النوع الخامس فهي السياحة البديلة التي تهتم بالتوازن البيئي الأيكولوجي وحماية البيئة وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن التنمية السياحية الغير مخططة والضارة للبيئة. حظيت هذه السياحة في أواخر العقد الأخير من القرن العشرين المنصرم لتكون بديلة عن السياحة الجماهيرية والتي كانت تقوم على المجموعات السياحية الكبيرة. من أهم خصائصها هي العمل على احترام البيئة والحفاظ عليها. تعتبر من أدوات التنمية الاقتصادية لإدارة الموارد الطبيعية والحضارية والبشرية. تعمل على التواصل الاجتماعي وحماية قيم المجتمع. تتبنى مشروعات صغيرة متعددة لتنمية عناصر الجذب السياحي لجعل السياحة في متناول الجميع. أما النوع الآخر فهو سياحة مراقبة الطيور. يقصد بسياحة مراقبة الطيور هو الانتقال والسفر إلى أماكن التي تتواجد فيها الطيور المتنوعة وخاصة في مواسم تزاوجها وبناء الأعشاش أو من خلال هجرتها. وقد اهتم الإنسان بالطيور قديما وحديثا حيث نجد رسومات للطيور البرية على جدران المعابد والقصور القديمة. أصبحت مراقبة الطيور منتشرة على مستوى العالم نظرا لوجود معظم مراقبي الطيور في أمريكا الشمالية وبريطانيا وشمال غرب أوروبا واليابان وكندا. من أهم خصائصها هي الموسمية، حاجتها إلى تسهيلات وتجهيزات خاصة مثل أدوات المراقبة التلسكوب والمناظير المكبرة والآلات التصوير. ويمكن مزج هذه السياحة مع سياحة الآثار والغابات والشواطئ لإطالة فترة إقامة السائح، وتعتبر من السياحات الرفيقة بالبيئة. النوع السابع هي سياحة الصحاري والواحات. هذا النوع معروف صحاري وغابات، تكون يعني لسياحة خاصة بالصحاري مثل اهتمت بها دول المغرب بشكل كبير مثل الجزائر والمغرب وتونس. الدول اللي تمتاز بها مثل التي تمتاز بصحاري وغابات لديهم صحاري وواحات يعني مثل السعودية، ممكن نجد هناك اهتمام عليها من قبل الدولة. أما النوع الثامن فهي سياحة المشاركة في الوقت. تقوم فلسفة سياحة المشاركة في الوقت على أساس الاستفادة من البعد المكاني بالإضافة للبعد الزمني في إشغال الوحدات الخاصة بالمشروع السياحي، وعلى هذا يقسم المشروع إلى حدود مكانية، ثم تقسم هذه الوحدات المكانية بدورة إلى وحدات زمنية رئيسة، حيث تقوم منظمة السياحة العالمية بأنها القوة الجديدة في عالم السياحة، وهي من القطاعات الأسرع نموا في عالم السياحة والسفر. حيث يقسم نظام المشاركة في الوقت إلى قسمين: نظام مشاركة يتيح فرصة تبادل الدول للحصص الزمنية والمكانية، ويوجد في العالم ما يزيد عن 500 مشروع معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمكسيك وفرنسا. ونظام مشاركة لا يتيح التبادلية العالمية، وهو مقتصر على التبادل الزماني دون المكان، وبهذا القسم تختلف طرق بيع المشاركة الزمنية من بلد إلى آخر. أما النوع التاسع فهو سياحة الدراجات. سياحة الدراجات مثل ما معروفة هي السبب أنه مثلا المشاركة في سباق أو استخدام الدراجات وغيرها، الهدف من عندها يعني أكثر شيء تكون هي سياحة ترفيهية. أيضا سياحة نهاية الأسبوع، هذا يعني تكون مثلا احنا موجودين حاليا حاضر يعني معظم الدول مثلا عطلها تكون يوم احد يوم جمعة يوم سبت، تكون هذه الزيارة داخلية، هي ذهاب لأماكن خاصة. من هاي الأماكن مثلا فلورنسا في إيطاليا، وتضم الفلل التاريخية المشهورة فرنسا، الفنادق القريبة من اللوفر، بحيرة الجومر في إيطاليا والمباني المحيطة بها، أكسفور شاير حيث الريف الإنجليزي، سان بطرس في روسيا مبانيها الثقافية الشهيرة، مراكش وليالي ألف ليلة وليلة البندقية إيطاليا. هناك السياحة الحديثة بشكل عام، هناك كثير من الأنواع، حوالي 14 نوع مختلف الأنواع. من عندها أيضا عندنا بعد سياحة الإرهاب. ظهرت هذه السياحة أول ما ظهرت في ألمانيا إلى جانب أنواع أخرى المعروفة دينية تاريخية وثقافية لخدمة السائح، حيث يبحث عن الانفعالات المثيرة مثل اقتحام عالم المافيا، زيارة أوكار ومتابعة ومشاهدات واقعية يقوم بها ممثلون لعمليات اغتيال الشخصيات السياسية
ورجال الفضاء والتمتع بمحاور زعماء المافيا من خلال مشاهد تمثيلية، كما أن هناك أنماط أخرى من عملية من سياحة الإرهاب، وهي مشاهدة آثار الدمار والتخريب الذي تحدثه العمليات الإرهابية على أرض الواقع بعد تنفيذها، وتعد سياحة الإرهاب من السياحات الشاذة. تشهد بعض المكاتب السياحية في صقلية أقبالا متزايدا على هذا النوع من السياحة الشاذة، والتي تخصصت فيها شركات سياحية كانت قد حققت مكاسب مادية طائلة من تنظيم رحلات مشابهة إلى سرايفو للسياح الألمان. هذا النوع من السياحة رغم أنه المسمى غريب جدا، لكن يقصد بسياحة الإرهاب هي الأشخاص اللي يرغبون بمشاهدة هذه، يعني فشي قريب للواقع، تكون هناك مثل التمثيليات أو مسار خاصة بها يمثلون الجريمة أو يمثلون كيفية يتم اغتيال سياسي وغيره من هذه الآثار. هي يعني تمثيلية، نقدر نقول تمثيل، لكن سبب السفر شخص يسافر من دولة إلى أخرى ليشاهد هذه الآثار، آثار الدمار، آثار الحروب، يعني ما أعرف هي شنو الغاية من عندها، يعني شخص مسافر حتى يتفرج هيك شيء. هذا كل ما يخص محاضرتنا لهذا اليوم، أو هي محاضرة الفصل الثاني انتهى إن شاء الله. حيكون إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا امتحان، أرجو من حضراتكم القراءة جيدة، تهيئوا لي للامتحان. إلى اللقاء، محاضرة قادمة.